بمحاولة للحد من إصابات فيروس كورونا أو أقل عدم تخطي سقف معين من الأرقام، صدر القرار بفرض حجر صحي مؤقت بالإضافة لحظر تجول تام خلال إجازات الأعياد الدينية بدءا من عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية يلي بتتبع التقويم الغربي نهاية هذا الأسبوع وصولا لعيد الفطر. أدمين على 3 أيام رح يكون في تسكير عام stay at home order ولوك داون، رح يكون مسكر بلد من السبت الصبح لحديت الثلاثة الصبح، يعني السبت كله والأحد كله والتنين كله ممنوع التجول. من الإغلاق التام إلى الجزء خلال فترة الأعياد الهدف واحد، هو الهدف العالم يعني ضل ببيوتها وما يكون في زيارات متبادلة ولا تجمعات اجتماعية ما يصير في تخالط وينتقل العدوى بين العالم، يعني بس يكون مفهوم انه مش قصة تسكير محل ولا مطعم والواحد ما يروح على المطعم ولا المحل ولكن يتغدوا مع بعضهم العالم، لا هو بدنا نتأبى التخالط لانه اكثر شيء بيكون العدوى بتجي من التجمعات بس يكونوا عائلات عم تقعد مع بعضها بايام دينية. التجول خلال هالثلاث أيام من عطلة العيد رح يكون محصور ومن خلال إذن عبر المنصة، فشو هي الاستثناءات؟ الأمور الأساسية بعدها موجودة مثل وقتها كان في تسكير بكانون الثاني، يعني في سوبر ماركت واحد يأخذ إذن بيروح عليها، الفرماشيات رح بتكون فاتحة وزيارات المستشفى بس بساعات أقل، والقداديس رح يكون في عندها إذن الواحد بيظهر بيحضر القداس ولكن في ساعة معينة للكنيسة. مع تطبيق التدابير الوقائية داخل الكنائس رح تتم عملية مراقبة مدى احترام القدرة الاستيعابية المتفق عليها. قيمين على الكنيسة رح يكونوا هن عم بيهتموا بالموضوع ورح يكون قوى الأمن والبلديات عم تعمل دوريات بكل المناطق تأكد أنه ما في تجمعات أكثر من المسموح فيها تقدر تحمي المجتمع من خطر الاكتظاظ وانتشار العدوى. بغض النظر عن تدابير الدولة بيبقى الأهم المسؤولية الفردية للمواطن كرمال ما تتحول أعيادنا لأحزان.